اكيوم ابراهيم الفانيري منسق اللجنه التحضيريه لتاسيس لتاسيس العصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان الفرع اونز غنغان. يعني الجمعيات وزد انه نرتاء الزايس باش انه انطراف خرج مجموعه القضايا الاقتصاديه والاجتماعيه يتهمها الساكنه المواطنين، مجموعه المعاناه المشاكل اللي تعانت مدينه اونز غنغان. لذلك نرتاء نهارا انه ناسس الجمعيه ديال اونز غنغان. تشكاغ الاخ رئيس المكتب المركزي للعصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان اختي قضيك انه ينتدبي ديري منسق اللجنه التحضيريه، وكذلك نشكر الاخوان غي الطان الندوه غيرين نهارا تحت شعار تكريس ثقافه الدفاع عن حقوق الانسان رافعه للنموذج التنموي الجديد. كذلك نشكر الاخ مراد زيبوح اذا يدوسين زين الدين مباركان باش كان غي الطان الندويه. كذلك نشكر الاخ طارق البوعيه دي يدوسين زين الدين تعاوي باش كان غي الطان الندويه. نشكر كذلك الاخ عمادي كان غي ساهمن باش انه هذه الطان الدوية ولكن لظروف صحية اعتذر. نشين ثمانيين عزو انه انساهم ذي الدفاع عن حقوق الانسان باش انه نطراف اخر مجموعة القضايا يتهم السكينة ومزغنغة. رحيم مراد زيبوح عضو المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان مبعوث المكتب المركزي لهذا المؤتمر. طبعا اليوم نحن امام ندوة طبعا تتحدث عن موضوع مهم جدا وهو موضوع تكريس ثقافة حقوق الانسان في النموذج التنموي الجديد. طبعا والفقرة الثانية من هذا اللقاء هو تأسيس فرع جديد هنا في زغنغن للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، طبعا استجابة لكل طبعا الأسئلة الحارقة الأسئلة الحقوقية التي تطرحها المنطقة والتي تجعل من المنطقة على المستوى الجهوي والمستوى الوطني هي منطقة تزخر بموقع استراتيجي يؤهلها طبعا لمجموعة معارك حقوقية التي وقعت هنا في المنطقة، ربما الإجابة على بعض الأسئلة الهجرة، أسئلة ديال الحق في العيش والحق في السكن ديال الوضع ديال الحدود المغلقة. إذن هناك مجموعة ديال الأسئلة حقوقية اليوم نحاول من خلال العصبة وتأسيسها الإجابة عنها وأيضا محاولة رفع ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة. جميع طريق البعيدي باحث في الدراسة الدستورية والسياسية سعداء جدا أن نتوجه بمدينة أزغنغان العزيزة من أجل المشاركة في ندوة في مداخلة في موضوع حقوق الإنسان والتنمية أية علاقة. السؤال هنا غنحاول نقارب هذا الموضوع من خلال الوقوف عند مفهوم الحق في التنمية وكذلك الاشتغال على علاقة السياسات التنموية بحقوق الإنسان. نقف هنا اليوم في هذه المحطة الأساسية ديال تأسيس ديال فرع أزغنغان ونتمنى التوفيق إن شاء الله للأصدقاء في هذا الفرع.